وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلين محمد. يا محمد على ال أيوة، خليني أشارك الشاشة من ال من ال... شو اسمك أنت؟ عبد الله أسماء الدباب. هذا مسمي أنت أسماء الدباب؟ معناها فايتين إحنا باسمين. هلا في اسم ظاهر، هلا عم تحكي منه أنت بتسوي هذا محاضر ولا الاسم الثاني؟ هذا اللي أنا بدي أحكي منه، بس بدي أشارك من الشاشة الثانية. أيوة يلا تمام. معناتها ايه تمام وكت تمام هلا شارك ال ماشي حالك. تمام تمام شارك. شفتي شوفي اذا جت عندي ولا لا، كأنه الانترنت ضعيف. ماما هو شنو شارك الشاشة كلها تمشي ماما؟ ضعيفة ال طبعا عبد الله، لأنه حيخلص الخطوة الدراسة. ايش بدي اعلل الخطوة الدراسة؟ شايف الشاشة؟ لا لا ما طلع عندي الشاشة. لا تمام عادي. لا سكرين انترنت عندي ما منيح. عندي ولا عندك؟ لا هلا طلعت. تمام حط على العرض لشو شو. تمام ما طلعت لسه عندي. هي ما طلعت عندي. مش اطلع. ايه تمام تمام يلا قوم. ما بدي نبدي بوينتر. ما بدي بوينتر بس. يا إلهي عم تتأخر لتجلي عندي. يلا ما مشكلة. مش هرجع لي أولانية. أولانية. يلا محمد عس خلينا نبلش. أيمتى بتحبون نبلش؟ طيب بس بعد إذنك ننتظر بس دقيقتين بينما يدخلوا بقى زملاء. يلا أعمل لك الكمبيوتر. شو؟ تاب يصير تاب. ساوي تاب لين شو؟ اترك لي إياه وقوم على دراستك. تفضل أستاذ. شكرا لك. يلا الرسالة. يلا عبودة. يلا لمس بيصيرها. بس لمس. تفضلي. حط هون. حط الجوع بتاع جلب وحط. وشغله لا حط خلاص. انا نسيت احط على هذا السهم. اي او تلبسي تبسي هذا ورا هذا يا ده. روح انا راح اجيب ورقه طلع انا هذا. روح جوزي هيك. انا شو حكيت؟ شبار نفتر. باني شو بطلع شو بطلع ايش حرارة هلا؟ هلا
ماما 16 ولا تسيئة كشف على بعد أشو ايش صار ساعة؟ محمد خلينا نبلش بما نقول بسم الله وكيف اخباركم اي والله بسم الله الرحمن الرحيم. بس اعطيني خبر عندك تبدأي مشان باشر تسجيل. مين اللي بدأ يباشر بالتسجيل انت ولا انا؟ لا انا راح باشر تسجيل. يلا راح اضغط تسجيل ثانيتين راح يبدأ التسجيل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هلا المرة الماضية حكينا عن أهمية الداء السكري بسبب شيوعه بالمجتمع، بسبب اختلاطاته الكتيرة، بسبب تكلفته الاقتصادية الكبيرة للمرضى ولاختلاطاتهم، يعني له أهمية وأولوية كتير بطب. وقلت لكم دائما يعني بكل اختصاص في شو أعراض الداء السكري من الاختصاص، سواء بالاختصاص الجلدية أو العينية أو الهضمية أو العصبية أو القلبية أو الأوعية أو الكلية أو كلهم إنه بيهتموا بما هي اختلاطات الداء السكري بهذا الجهاز. فلذلك ضروري لكل طبيب شو ما كان اختصاصه إنه يعرف الكثير والكثير عن الداء السكري. نوجة وحكينا عن الجلوكوز والإنسولين، هالمرة بدنا نحكي عن تشخيص الداء السكري. تشخيص الداء السكري وشو هي معايير تشخيصه وكيف شو أعراضه السريرية وشو اختلاطاته الحادة وشو اختلاطاته المزمنة. هالمرة بس بدنا ناخذ الاختلاطات الحادة، والمحاضرة الجاية إن شاء الله نحكي عن الاختلاطات المزمنة. التشخيص الداء السكري بالمناسبة دائما الأرقام غير مهمة إلا عن بالغدد الصم وأخص بالسكري، هي الأرقام مقدسة تمام. وأما مثلا قديش قطر الجدار الخلوي، قديش عدد أجهزة جولجي، قديش مدري شو، هذا كله ما كتير مهم. وأما الأرقام هي مقدسة بالطب، فلذلك مطلوبة ورح يجي منها أسئلة. الفحوص المخبرية لتشخيص الداء السكري، بتعرفوا أنه أهم شيء نساوي السكر الدم يكون صيامي. وهلأ حيبرق معنا أنه كيف منفسر العشوائي، بس العشوائي دائماً ما ناخده بعين الاعتبار قد ما أنه السكر الدم صيامي. منقول المريض يكون ما له أكل 6 ساعات أو 8 ساعات على الأقل. إلنا هو هذا الفحص الأساسي المستخدم في التشخيص. تحت 100 بيكون طبيعي، بين 100 و 126 مو طبيعي بنسميه اضطراب سكر دم صيامي.
فوق ال 126 126 وما فوقها هي تعتبر داء سكري. هلا هن بالجدول حاطين انه ال 126 نعتبره اضطراب، فوق ال 126 داء سكري. المهم رقم 126 هذا حدي مهم كتير، فوق منه دائما تشخيص، بيعطينا تشخيص داء السكري ديابيتس ميليتس. يصير إيه بس ضغطي سهم معاكس، سهم معاكس اللي هي ضغطي. والله عم بعطي عم إيه هلا هيك عم بيقدم، هلا هلا كل ضغطة عم بيقدم سلايد. فيك تضغطي باليمين على الشاشة تعطي السابق. لا إله إلا الله. إيه تمام دكتور ضبط. هلا هلا صرنا تمام. فعلت تدري ترجع لورا. طيب هلا حكينا عن السكر الدم الصيامي، هلا بدنا نحكي عن اختبار تحمل السكر. على فكرة اختبار تحمل السكر يعني بصراحة ما له مهم ابدا ابدا بصراحة، يعني انا خلال وجودي بالدراسات العليا بصراحة ما ساويناه ولا مرة. هو فقط يعني يستطب، وبالامتحانات بيجي أكثر من أنه بالحياة العملية بنستخدمه. أكثر شيء بنساويه للمرضى ذوي الخطورة العالية. مين المرضى الخطورة العالية؟ أكثر شيء الحوامل، الحوامل اللي عندهم مثلا أنه مريضة عندها من كذا مرة أنه جابت مثلا جبهي 4 أولاد، كل مرة تقول أنه أنا بجيب الولاد وزنه 6 كيلو، هذا لازم نعمل له انه بنعمل له سكر الدم الصيامي، السكر الدم الصيامي نلاقي طبيعي، لازم نعمل له اختبار تحمل السكر. والمرضى اللي عندهم اجهاضات متكرره نشوف انه في عندهم عصب باوعيه المشيميه انه بسبب الداء السكري، وكذلك المرضى البداني وارتفاع التوتر الشرياني وارتفاع شحوم الدم. بس اكثر شيء بصراحه يعني انه هو لا الحوامل عاليات الخطوره. هلا اللي بنلاقي عندهم انه مشاكين عندهم بالسكري، وكل ما عملنا لهم سكر على الريق بنلاقيه تحت ال 126. إذا لقيناه فوق ال 126 شو بيكون؟ بيكون داء سكري صريح. هلا المرضى عندهم علامات كمان وأعراض سكري، يا الله والله باين إنه هذا المريض سكر، يعني مثلا إنه شفنا عنده اعتلال شبكية أو عنده اعتلال أعصاب أو عنده إنتانات متكررة، عم نعمل له السكر نلاقيه تحت ال 126، نعمل له اختبار تحمل السكر بيطلع طبيعي. يعني المريض هو بمرحلة يعني بري ديابيتيك، يعني ما قبل السكري وبلشت اعتلال الأوعية الدقيقة، يعني يبلش مفعوله وبلش يضطرب الأوعية الدقيقة. إذا مثل ما قلنا المرضى يلي سكرهم فوق ال 126 ما بنعمل لهم إياه لأنه هن اوريدي مشخصين داء سكري، ولا بنساوي عند المرضى المسنين ولا المصابين بالقصور الكلوي. هلا كيف هذا كيف بيساووا؟ المريض بنخليه على حميه متوازنه لمده 3 ايام، بعدين بنقول له يصوم قبل، يعني نحن عندنا الاختبار مثلا يوم الاثنين، من يوم الاحد بنقول له انه قبل 10 ساعات ما ياكل. الصبح بيجي لعنا على المخبر بنعطيه 75 جرام جلوكوز، مو السكر الابيض العادي لا، جلوكوز نظامي. بنحله بقلب بربع لتر مي على الريق، وطبعا ما بيكون مي مدخن، ومنعاير السكر قبل ما نعطيه اللي هو الزمن صفر يعني على الريق وبعد 2 ساعة. كيف منفسر نتائجه؟ هلا بتتفسر نتائجه كالتالي. هلا اذا كان سكره على الريق اقل من 100 وبعد 2 ساعة من اختبار تحمل السكر اقل 140، هذا المريض طبيعي بالمية مية. بينما اذا لقينا بعد 2 ساعة طلع سكره بين 140 وبين 200، هذا شو بنقول؟ اضطراب تحمل السكر، impaired glucose tolerance. بينما إذا طلع عندي سكر على الريق أكثر من 126 ما بساوي، لأنه خلاص هذا المريض صار سكري. إذا لا إنه لا كان طلع تحت المية إنه ما عنده سكر على الريق منتظم، بس لقينا بعد اختبار التحمل السكر أكثر من 200 رغم إنه السكر على الريق أقل من 126 بنشخص داء سكري على اختبار تحمل السكر.
هلا اضطراب في عنا، شوفوا الفراغ الفاضي هذا شو اسمه، اضطراب سكر صيامي، اذا كان بين ال100 وال126 هذا بنسميه اضطراب سكر صيامي. اضطراب تحمل الجلوكوز هو بيشير لاضطراب تنظيم الجلوكوز بعد الطعم. هلا هدول المرضى سواء اضطراب تحمل الجلوكوز او اضطراب سكر صيامي، هدول كثير مرشحين انه يصير عندهم داء سكري، ومننصحهم منشان يبعد السكر عنهم كتير، وننقصهم بالحمية وينقصوا وزنهم وممارسة الرياضة. هلأ هذا التمثيل كمان عم يحكي نفس القصة، ما حأرجع كرره. هنا عاملين إشارات مرور، الأحمر هو الخطير داء السكري اللي الاختبار تحمل السكر بعد الأكل بساعتين أكثر من 200 وعلى الرئة أكثر من 126. الأصفر اللي هو ما قبل السكري هو اضطراب تحمل السكر أو اضطراب السكر الصيامي، والأخضر اللي هو الطبيعي. هلأ تحري سكر البول، هلأ عند الناس العاديين الناس الطبيعيين السكر بالبول بيكون سلبي، ما بنلاقي عندهم جلوكوز. ثواني شوي تفضل عبد الله انشويت يا ماما. إمتى بيظهر السكر بالبول؟ عندما يتجاوز سكر الدم العالي اللي هي 180 ميلي جرام على ديسيلتر مكعب، يعني مريض دائما سكره 160-150 على الريق، هذا سكري ولا ما سكري؟ بناء على التعريف هو سكري أكيد، بس من له شيء كم مرة بفوت على تواري مثل مثل هالعالم، كم يعني مثلا بالليل ما بفوت أبدا وبنهار إنه يمكن 3 مرات 4 مرات، يعني مثل كل هالناس اللي قدامه. ورغم انه هو مشخص سكري، امتى بيظهر السكر بالبول؟ شي يوم بياكل اكله كبيره، باكله سكر كبيره، او بيزعل زعله، بينط السكر من ال180 من ال150 160 لل180، واز بيقول والله بالفعل لا يحجأ انا مالي طبيعي، امبارح كثير طلب الليل طلعت على التواليت كل شوي شوي طلعت وارجع اشرب مي كثير. هلا هذا كله له دوره بالفيزيولوجيا. هلا هذا له علاقه اللي بنتذكر المره الماضيه حكينا عن البروتينات الناقله للسكر الى نوعين، واحد بالكليه واحد بالكبد. هلا اللي بالكليه هو يعني مسؤول عن اعاده امتصاص السكر اللي هو الجلوكوز من السائل المرتشع عبر النبيذات الكلويه. هلا ولكن مثل ما قلنا انه على الصبر حدود، وقت بيصل مستوى الجلوكوز لأرقام عالية اللي هي 180، هذا البروتين خلاص يشبع، ما له أدران يشتغل أبدا ويعيد امتصاص السكر أكثر من هالحد. وهون ما بيقدر يرجعهم من الصبيب البولي، ما بيقدر يرجعهم على قلب الدم، فلذلك بيهرب منه الجلوكوز إلى البول. نجي نحن بنحلل من السكر إيجابي. هلا اذا لقينا سكر بالبول هذا بيدل على داء سكري، بس احيانا العكس غير صحيح، يعني مو كل مريض داء سكري لازم نلاقي عنده سكر بالبول. كيتونيه في الدم او البول، هلا وين بنلاقي الاجسام الخلونيه ايجابيه؟ اما المريض عنده حمض خلوني سكري، او المريض مثل نسال الله الافراج عن جميع المعتقلين، زي معتقلين صاروا زمان ما عم يطعمون من، او مثلا او احيانا يعني هذا مثال من الواقع، او مثلا انه مريضه حامل وعم تستفرغ طول الوقت تعمل لها الاجسام الخلونيه تطلع ايجابيه. هلا اول ما يظهر لنفترض انه صار عندنا حمض خلوني، رح نحكي عنه كثير، صار عندنا حمض خلوني بالمرحله الاولى، اول مين بيتشكل هو مين؟ حمض الزبدة اللي هو الهيدروكسي بيوتيرات، هذا ما بتكشفه بقشرة البول، فلذلك انه اول ما يجي المريضة ببداية الحماض بنعمل له بيجي سكره عالي وبنعمل له خلون نلاقيه سلبي، بنقول له خذ انسولين مثلا ورجع على البيت، بيجينا بعد ساعتين عم يستفرغ وبطنه عم يوجعه، بنعمل الاجسام الخلونية بتطلع ايجابية. ليش؟ لانه بالبداية بتظهر حمض الزبدة، بعدين بيطلع عندي الاسيتون وال أسيتو أسيتات اللي بتظهر بشرائط البول، بيقولوا إنه ومنقول ساعتها إنه هون صار تعمق الحمض الخلوني، كان سطحي بالمراحل الأولى ما دبرناه
بينتقل للمرحلة الثانية اللي بصير كشفه بالبول أسهل. هدول كلياتهم من شان تشخيص الداء السكري، حكينا عن السكر الصيامي، تحمل اختبار تحمل الجلوكوز، حكينا عن السكر بالبول، حكينا عن الأجسام الخلونية. هلا بدنا نحكي عن الخضاب الجلوكوزي. الخضاب من اسمه خضاب جلوكوزي، الخضاب زائد جلوكوز يتشكل من تفاعل السكر اللي هو الجلوكوز والنهاية الأمينية للحموض الأمينية اللي كلتا سلسلتي بيتا بجزء الخضاب. انتم بتعرفوا ان الخضاب في عنده اربع سلاسل بروتينيه، تنتين الفا تنتين بيتا. هالتنتين بيتا في عنده نهايات امينيه، بيجي الجلوكوز بيتقلقز معه بيسبب له بيعطيه خضاب جلوكوزي. بالمناسبه هذا الارتباط هو غير عكوس، لذلك انه عمر هالخضاب الجلوكوزي اللي ارتبط مع السكر من اول يوم اجى على الدم او على الخليقه، هذا بيجي مع الخضاب بيروح معه. انت بتعرفوا عمر الخضاب تقريبا 3 شهور ما يقارب تقريبا 120 يوم زائد ناقص. قبل التقييم عطفوا الصوت ما مسموع، ما هيك محمد؟ محمد ايوه دكتور، انا صوت مسموع تمام، مسموع منيح. ايه تمام دكتور مسموع، يا ريت حدا من الزملاء يسمعنا ياكد لنا. يا هلا يبدو انه مسموع والكل يسكر، الكل يسكر السبيكرات مشان ما يصير تشويش. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اذا هذا بنستخدمه ل يعني لمراقبه تقييم السكر خلال الشهرين او 3 شهور الماضيين، بيعطيني انه هالمريض هل هو كان ضبطه ضابط للسكر ام غير مضبوط. اذا مريض عنده بالاساس خضابه قليل فلذلك رح تطلع عندي الأرقام قليلة، وإذا مريض مدخن وعنده خضاب زايد رح يطلع عندي الرقم زايد. إذن هو ما كتير دقيق وأخص بوجود أمراض دموية. هلأ بعامل 2008 كانوا رح يضم يعني حاولوا يضموه وأوصوا بأنه الاختبار جلوكوز السكر يكون هو الاختبار التشخيصي المفضل للسكري، إلا أنه لسه ما كتير أخذوا رأيهم، لساتنا على السكر الصيام واختبار تحمل السكر. هلأ يعد من معايير تشخيص داء السكري عند البالغين وليس الأطفال، يعني مثلا مريض إجا عنا خضاب جلوكوزي 8 أو 9 خاص هذا على فكرة بشخصه سكري، هذا من معايير التشخيص. هلأ كل ما ارتفع السكر 36 ميلي جرام ديسيلتر بالدم بيرتفع الخضاب الجلوكوزي 1. هلأ قديش نسبته الطبيعية؟ هو أقل، لازم يكون أقل من 5.7. بالاضطراد تحمل السكر بيكون بين 5.7 وال 6.4، عند السكريين بيكون فوق 6.5. هلا عند الحوامل دائما مثل ما قلنا هي مريضه عاليه الخطوره، ما انه يكون عالي فوق 8، لازم يكون اقل من 7 حتى قبل ما تبدا بالحمل. انا عم بحكي عن الحامل السكريه، يعني هي سكر بالاساس عندها السكر وعم تاخد انسولين، اجت قالت لي انه عم تخطط للحمل، بقول لها قبل ما تحملي لازم يكون الخضاب الجلوكوزي اقل من 7% وسكرك على الريق مضبوط وسكرك بعد الطعام مضبوط، يعني بدنا يكون يعني وضع السكر ممتاز حتى نسمح لك بالحمل. من شان تعرفوا لانه سواء الام السكريه او الولد الأم السكرية هدلولة حمول عالية الخطورة على البيبي وعلى أمه، بتزيد نسبة الاختلاطات تقريباً 3-6%. بالنسبة للخضاب الجلوكوزي هدلولة جماعة 2008 لازم قال يجرى الاختبار مرتين سنوياً إذا كان ثابت ومحقق المعايير، بينما إذا كان لا إنه المريض إجاني خضاب الجلوكوزي 8 وأنا مالي أبلعني بهذا الرقم لازم ساوي له 4 مرات، يعني كل 3 شهور لازم ساوي له يا مرة، وبضلني بقول له ساوي خضاب جلوكوزي حتى يزبط، ومتى ما زبط بعمل له يا مرتين سنويا. هلأ قلنا القيم الطبيعية عند البالغ وغير الحوامل انه يفضل انه عند البالغ المريض السكري يفضل يكون تحت 7%.
وهلأ كمان هلأ هو 7% بتعرفوا إنه لسه ما وصل للطبيعي. القيمة أنا شوف شو كتب شو قلت، القيمة الطبيعية عند المريض السكري البالغ وغير الحوامل لازم يكون أقل من 7%. هلأ يفضل إنه تخفيضه، لأن قد ما فيني خفضه بيكون أحسن وأحسنين. ليش؟ لأنه كل ما خفضته كل ما بتقل الاختلاطات المزمنة والمديئة بعيدة المدى. بس شو بتعرض لمشكلة؟ إنه المريض كتير موسواس ما بده سكره يرتفع أبداً أبداً، طول ما له قاعد بيحسب قديش الحريرات وقديش الإنسولين وقديش بده ياخد، أما كتير احتمال يتعرض لنوب نقص السكر. وبتعرفوا نوب نقص السكر يعني بشعة جداً، حنمر عليها بنهاية المحاضرة. فلذلك انه تخفيضه لدرجات قليل، يعني تخفيضه لتحت 6% بصراحة بيعرضنا كتير لنوب نقص السكر. ولكن يعني انه شو كاتبين، انه لكن الفائدة المجنية قليلة، انه رغم هيك بسبب انه ارتباطه بالخضاب والخضاب احيانا بيزيد واحيانا بينقص، فلذلك انه لقوا الفائدة غير كبيرة مقارنة بعنوة بنقص السكر. فلذلك الأفضل يكون إنه تحت 6.5 للـ7، بين 6.5 والـ7. هلا ليش أحيانا مثل ما قلت إنه لازم يكون الضبط أقل صرامة؟ ما أكون كتير كتير صارمة بالموضوع، لأنه أحيانا بصير عندي نوع بنقص السكر، الأطفال يعني صعب إنه ننزل الخضاب الجلوكوزي ويكون صارمين، لأنه حنعرضهم كمان لنوع بنقص السكر شديدة. هلا مثلا مثل مريض اجاني عمره 70 سنة معه كورونا، من فتره شخص له داء سكري. بصراحه يعني هذا قديش متوقع انه يعيش لل 75 سنة؟ خلال 5 سنين ما كثير حينهار اوعيته. او مثلا معه كانسر، معه سرطان ما ومنتشر، والله ما كثير ضروري خليه يروح ينبسط في هالدنيا يومين، ياكل له السكر شويه ويعيش هاليومين والى رحمته تعالى. هلأ عيار الفركتوز أمين يتشكل من اتحاد بروتينات البلازما وخاصة الألبومين. هنيك مع مين كان عم يرتبط؟ كان عم يرتبط مع الخضاب، هون عم يرتبط مع بروتينات البلازما وخاصة الألبومين. تعرفوا الألبومين عمره 2-3 أسبوع انكترت، فلذلك بيقص عيار السكر خلال 2 أسبوع الماضيين. هالعيار الإنسولين والبيبتيد سي هذا قليل ما نطلبه، ما قلون فائدة سريرية. أكثر شيء منشوف إنه إذا مثلا إنه إذا بدي أشوف إنه هل عوز الإنسولين مطلق، إنه البيبتيد سي صفر، إنه هذا دليل على إنه الإنسولين مصنع داخليا صفر، وقت يكون بيجي البيبتيد سي نازل. وأحيانا نطلبه وقت بدنا نشوف عنا نوب السكر، هل الإنسولين يعني إذا البيبتيد ناقص معناها والمريضة عندها نقص سكر، أنا هي عم تاخد شيء بنقص السكر من الخارج. حكيت لكم عن الممرضات دراسات مناعية مثل مرضى النمط الأول اللي عندهم أضداد الجزيرة أو أضداد الإنسولين أو أضداد الجاد. عم يحكوا عن نوعيته وحساسيته، حكينا المرة الماضية عليهم. هلأ معايير تشخيص الداء السكري حسب الجمعية الأمريكية إنه سكر الدم على الريق أكثر من 126 ميلي جرام على الديسيلتر لأكثر من مرة على الأقل مرتين، سكر الدم بعد الأكل بعد اختبار تحمل السكر بساعتين أكثر من 200، أو مريض عملنا له سكر دم عشوائي طلع أكثر من 200، إذا في أعراض خلص مرة واحدة. يعني مريض عم جاي لعندي عم تقول لي والله أنا عندي ناقص وزني، عم فوت على تواليت كثير، عم بشرب مي كثير، والله خايفة يكون مع السكر، وأمي وأمي وأخواتي عندهم السكر، بحللها بالعيادة مثلا سكر بلاقي 350، خلاص شخصت لها داء سكري. ورغم هيك احيانا انه انا شخصت لها طبيا بس من شان انه تخفف عنها شويه بتقول لا بدنا نعيده على الريق، قال بتعيده على الريق هي بتلاقيه مثلا شيء 170، يعني ها شيء يعني بينبلع، واما 350 عشوائي بصراحه بيخوفها. فلذلك بنقول لها هذا عشوائي ما له اعتبار، هو له اعتبار طبيا بس من شان نخفف عنها بنساوي على الريق، كمان بيطلع فوق ال 120 إلا معك سكري ولازم تنقصي وزنك ولازم تخفف من أكل السكر ولازم تلعبي رياضة أكثر أو يعني تعطي مجهود أكثر. الخضاب الجلوكوزي أكثر من 6.5 بيشخص داء سكري. المسح كيف من نمسح
يعني انه عندي عينه من مثلا فتت على مخيم، كيف بدي اعرف انه كيف بدي امسح عن الداء السكري؟ يا بساوي سكر دم على الريق او اختبار تحمل السكر. مين هن الاشخاص اللي لازم انه تحرى عندهم للداء السكري؟ حكينا المره الماضيه انه مع العمر خلايا بيتا، ومن نعمره ننكسه في الخلق، هالخلايا بسبب الموت الخلوي المبرمج وبسبب العمر بينقص عددها وبتتدمر تدريجيا. اذا الاشخاص فوق ال 45 سنه واخص وقت يكون عندهم البي ام اي اكثر من 25، فاذا كان طبيعي مثلا عملنا لهم سكر الدم على الريق طلع 98 بعيدوا بعد 3 سنين. واما الاشخاص اللي حتى تحت ال 45، هذلك عم نحكي عن فوق ال 45 كلهم بدنا نساوي لهم، بس اللي تحت ال 45 كل شيء بي ام اي عنده اكثر من 25، بالاضافه انه عنده عامل خطر ثاني اللي هو انه مريض كسول، يعني دائما بالبيت ما بيشتغل، او مثلا بيشتغل شغل مكتبي، او عنده سياره ما بيتحرك خطوتين لو بده لراس الحاره بده يشغل سيارته. قصه عائليه ايجابيه للسكري لاقارب من الدرجه الاولى، يعني اما او اخواته او عماته او خالاته. هلا هن كابين 1 2 3 4، هزار يسلموا ايديها مساوي تنه هون هيك منشان نعمل اكشن ننتقل دغري للرقم 5. وقت بيكون ضغط الشرياني عالي اكثر من 140/90 كمان لازم نعمل لهم نحلل لهم سكر. وقت بيكون عندي ال HDL اللي هو الكوليسترول المفيد اقل من 35، او الشحوم الثلاثيه اكثر من 250. من كمان انه المرضى اللي لازم نساوي لهم لو تحت ال 45 لازم نعمل لهم اختبار سكر على الريق او اختبار تحمل السكر، في مجموعات عرقيه مؤهبه للسكر مثل اللاتينين ونود البيما. النساء اللواتي انجبن طفلا وزنه اكثر من 3.5 كيلو، النساء المصابات بالبي سي او اللي هو الداء المبيض المتعدد الكيسات لانه عندهم مقاومه للانسولين، كذلك المريضات او المرضى اللي عندهم شواك اسود اللي قلت لكم بنشوف على رقبتهم او بنشوف على المرفق خطوط سوداء وسمره. يعني والله انا لازم هلا افتح على الانترنت وارجيكم اياها، انتم هلا من بعد اذنكم افتحوا بس اكتبوا شواك اسود وصور على الجوجل رح يأرجيكم الشواك الأسود. وبالفعل لازم المرضى تيجوا عندكم بدينين تشوفوا إذا عندهم شواك أسود لازم تعملوا تتأكدوا إنه السكر عندهم طبيعي. سوابق حوادث وعائية دماغية، آفة وعائية، يعني مريض عنده مثلا مريض بدين وعمره 40 سنة وجاينا بـ TIA يعني حادث وعائي دماغي عابر أو حقيقي لازم نعمل له سكر دم. هلأ تشوفوا مع العمر كل 4 أشخاص فوق ال 65 سنة عندهم واحد من بيناتهم عنده سكري. وتتذكروا كمان كل 11 امرأة فوق 80 واحدة من بيناتهم عندها سرطان ثدي. يعني فلذلك طول العمر ما كتير مهم، البركة أهم. الله يبارك بأعمارنا وأعماركم. الأعراض السريرية، الأعراض الأساسية اللي بيجي المريض فيها إنه عم يزيد زايدة شهيته، وأحيانا إذا في عنده نقص إنسولين بيجي نحيف بس عم يأكل كتير، وأحيانا لا إنه سمين وبادين وما عم يقص وزنه ورغم هيك بيأكل كتير. مثل ما قلت لكم يعني بعد ساعتين أكلة طنجرة كوسة، وبعد ساعتين دخلكم جيبوا لي سندويشة مربى. إيش بنا ليش؟ لأنه بيصير عندهم قفز، لأنه شفتوا إنه إفراز الإنسولين بيضل رغم إنه الامتصاص السكر مريض، فلذلك شو بيصير عنده نقص سكر ارتكاسي وبيقول بدي أكل. العطاس، عفوا العطاش، السهاف البوليديبيسيا، والبوال الليلي البوليوريا، البوال الليلي والنهاري. هلأ بالنهار ما كتير بيحس إنه عم يشرب مي وكذا، بس بالليل أكتر. 53% من أصل المرضى السكريين، إذا أخذنا مرضى السكريين كلياتهم أكتر من نصهم بشوي بنلاقي عندهم بوال وسهاف. أعراض أخرى غير اللي قلنا عليهم نقص الوزن، وأخص إذا في عندي نقص بالإنسولين لأنه مثل ما قلنا هو هرمون بناء، إذا نقص بينقص معه الوزن، المريض تعب وإنهاك. قلنا تعب وإنهاك عند كل مرضى الغدد في عندهم تعب وإنهاك، كل مريض عنده مشكلة غدية عنده تعب وإنهاك، فلذلك هذا عام أي مريض جاي لعندي بقصة تعب وهنعام، إذا كان بدين لازم أعمل له سكر ولازم أعمل له TSH.
وأخص إذا فوق الأربعين، تأخر اندمال الجروح وتشكل الدمامل. هلأ إذا إجا مريض إنه والله كل يوم والتاني عم يطلع له دمل ويروح عند طبيب الجراح ويفتح الخراجات، طبعاً لازم نساوي له سكر، اضطرابات الرؤية لأنه بصير عندهم اعتلال شبكية وبصير عندهم ساد، تكرر الالتهابات البولية والنسائية وخاصة الإصابات الفطرية بسبب تغير pH المهبل، وهيك قد يتظاهر بحالات حادة الداء السكري. قد يجينا المريض ما عنده شيء من قبل، وإذا بيجيني بحالة حماض الكيتون السكري وخاصة عند الأطفال أو ثبات فرط الأزمولية عند المسنين. هلأ بدنا نفصل بأهم الأعراض اللي هي التبول المتكرر والعطش الشديد. ليش المريض بيصير عنده تبول متكرر؟ أولاً بيرتفع السكر بالدم، بتزيد أزمولية الدم، وبتزيد أزمولية الدم بيصير المي بيهرب من الأنسجة لوين؟ لداخل الأوعية. وقت بيصير داخل الأوعية في مي كتير، الكلية بتطرح مي أكتر، وقت بيكون العتب الكلوية السكر أكتر بتعطي زيادة، المريض بيبول بس هو فعلا نقص سكر لجسمه، عم يشرب مي وعم يروح سكر ومي كتير، فلذلك بصير عنده بيعطش كتير وبيزول كتير. نقص الوزن غير المعلل والشعور بالتعب والإنهاك. هلأ ليش بصير نقص وزن غير ليش بصير نقص وزن؟ لأنه الخلايا ما في عندي إنسولين مظبوط، خلايا غير قادرة على استخدام الجلوكوز. شو بتعمل؟ بتروح بتحل الجلايكوجين الموجود بالكبد وبالمدخرات الشحمية والعضلات. هلأ قلنا أهم الأعراض: الداء السكري، التبول المتكرر، العطش الشديد، وقد يأتينا بحالات حادة وأخص عند الأطفال بيجينا بحماض خلوني سكري. هي عم يحكونا عن أعراض وعلامات السكري. النقط الأول: اختلاطات الداء السكري. هذا كتير كتير مهم هذا المخطط. شوفوا خلينا نحكي عن مقاومة الإنسولين. مقاومة الإنسولين تبدأ قليلة وخلال وعن مرضى السكريين بتبلش بعمر مبكر الإنسولين، أول واحد من فوق الإنسولين ريزيستانس، بتبلش المقاومة للإنسولين بشكل باكر، وأخص ولد أهله بطعمه كتير وكسول، بتزيد مقاومة الإنسولين شيئاً فشيئاً ولا تتراجع. فلذلك إنسولين وإفراز الإنسولين بيزيد بيزيد بس لحدود بعدين بتفلس جزر لانجرهانس وخلايا بيتا. ممكن إنه يعاود ويزيد الإنسولين أكتر، يزداد إفراز الإنسولين لأنه بعدين بيرجع بيدهور. هلأ عند المرضى إنه السكر بعد الوجبة بيكون مقبول، مع تقدم داء السكري بيصير بصراحة غير مضبوط نهائيا، وكذلك السكر الصيامي. هلأ الميكروفاسكولار، هلأ إذا نحن شخصنا بفترة 0-5 بالعدد السنوات، شوفوا الميكروفاسكولار ما قد تبلش قبل 5 سنين الميكروفاسكولار، بينما الماكروفاسكولار الأوعية الكبيرة قد تبلش لسه من أول ما يصير عندي إمتى، من أول ما يصير عندي مقاومة الإنسولين تبلش، ومن عنده ببلش الماكروفاسكولار الاختلاطات الأوعية الكبيرة. وحاط لكم إنه إمتى ببلش الطيب السكر نمط تاني، وإمتى بيكون بريديابيتس. إمتى بيكون بريديابيتس؟ مثل ما لكم شايفين، وقت بتبلش مقاومة الإنسولين وإفراز الإنسولين بازدياد. هلأ شوفوا قيم السكر، وقت بتكون تقريبا بين 95% قد تبلش الاختلاطات الأوعية الكبيرة. هلأ مثل ما قلنا مرحلة البريديابيتس إنه ما بتظهر الأعراض. ليش؟ لأنه بسبب وجود العتب الكلوي، لأنه مريض عادي إنه عم يأكل ويشرب وعم يزيد وزنه عادي، يعني إنه من سبب أكله عم تقول إنه زايد وزنه، وما بتبول وبتشرب مي كتير، ولكن إنه حكمتها زعلي خلقت هي وزوجها، ازداد السكر من 160 ل 180 190، وقالت له بل ها شفت لأنك خانقتني
صار معي السكر، وما هو السكر عندك من أيام وليالي، بس هاي الشعرة اللي قسمت ظهر البعير، وغالبا بيكون الحق عليها، مع احترامنا لك كل البنات يعني، طبعا لكل النساء انتوا لسه ما جربتوا هاي. يلا ان شاء الله الله يوفقكم جميعا يا رب. اذا وقت بيكون السكر بين 150 وال 160 170، مريضة مع صحيح عندها سكر بس ما له مكتشف، مجرد انه اجت اي شغله نطتته لفوق ال 102 فوق العتبه الكلويه بتظهر الاعراض. مثل ما قلنا انه اعتلال الشبكيه اللي هو مثال عن اختلاطات الاوعيه الصغيره الميكروفاسكولار كومبليكيشنز تبدا بالظهور، وقت بيكون السكر حتى 126 يعني. طيب هلا في دراسه بريطانيه ضلت 10 سنين كثير بيحكوا عنها اللي هي اليو كي بي دي اس، وجدوا انه 50% من مرضى داء السكري عندهم واحد يعني اختلاط او اكثر من اختلاطات لداء السكري وقت يوم التشخيص. فلذلك اذا بتتذكروا المره الماضيه انه انا مريضه اجت عمرها 50 سنه قالت لي امبارح شخصوا لي داء سكري، يعني امبارح انه انا ما بعرف عندي سكري حللوا لي قالوا لي معك السكر. إيه هلا انا انه لازم انا اتحرى عند اعتلالات الاوعيه الدقيقه ولا لا؟ انا كطبيب بمشفى اكاديمي طبعا لازم اشوف انه في عنده اعتلال كليه سكري، قد يكون بالمرحله الاولى او الثانيه، او اعتلال شبكيه لازم ابعث سواء المريض كان عنده اعراض او لا، بناء على هل دراسه. هلا كيف مثلا كيف انا بعرف كيف بيشخصوا عموما المرضى الداء السكري؟ يعني ايمتى بيجلع عندي وبحللهم وبيكتشفون؟ 13% من خلال انتان. بصراحه بعد الكورونا كثير من المرضى مو مرضانين وبنضطر نحللهم، ومثلا انه غالبا انه احتمال يكون اخذ له ادره ديكسون بنلاقي انه طلع عندهم السكري. 13% من خلال انتان، و31% صدفه انه كل اهله معهم سكر وقاعدين عم يحللوا، حللوا لي الي حللوا له بيلاقوا انه عنده السكر عالي مثلا 300 280، من شو بنقول لهم؟ قول له بكره عيدوا عادي، واذا بيطلع كمان مثلا 150 170. 2% من خلال اختلاطات، اي مريض احتشاء، اي مريض وقت بفوت لعنا على الاسعاف لازم نعمل سكر، سكر من التحاليل الاسعافيه او تحاليل المشفويه الروتينيه. لازم اعمل للمريض تحليل اذا اجاني ب سي في اي اللي هي حادث وعائي دماغي او اشعه عضله قلبيه بيطلع عندهم السكر، ولا سيما انهم متعرضين لمرحله الشده، والشده الستريس هو مولد للسكر بسبب الهرمونات الشده المعاكسه للانسولين. نص المرضى من خلال الاعراض الوصفيه بيجي المريض والله انا عم اكل كثير وما عم يزيد وزني وعم فوت على التواليت واشرب مي كتير، بيقول يعني كل المرضى بيعرفوا ما حدا بيعلمون، خلاص مريض السكر وقت بيعرف على حاله عنده تواليت كتير يشرب مي كتير بيعرف معه السكر. هلا هدول اللي كانوا عم يحكوا عليهم بهي الدراسه انه 50% من المرضى السكري وجد عندهم اختلاط او اكثر منهم يوم التشخيص، لقوا عندهم ضغط شرياني تلتون تقريبا، احتشاء عضله قلبيه 1%، اعتلال شبكية 20%، عرج متقطع. بتعرفوا شو يعني عرج متقطع؟ يعني مثلا إصابة الأوعية الكبيرة المغذية للطرفين السفليين أو العلويين، يعني المريض ما بيمشي 50 متر بيقول أنا لازم وقف لأنه إجري تعبت، أو مثلا أنه بتحفر 10 كوسايات ما بتقدر تكمل أكثر. اضطرابات بتخطيط القلب الكهربائي أو TIA اللي هو أنه حادث وعائي عابر، غياب النبض في شريان ظهر القدم، اضطرابات تغذويه بالقدم. شو مقصود فيها؟ انه في عندهم تنكس شحماني او عندهم غياب اشعار، انه بيصير الجلد متصبغ او انه لامع ورايح الاشعار منه. ارتفاع الكرياتينين بسبب الاصابه الكلويه، والعنانه بسبب اصابه الاوعيه الدقيقه الميكروفاسكولار. مثل ما قلنا مقاومة الإنسولين مثل ما شفتوا بالصورة إنه بتزداد مع التقدم بالعمر. كمان في عوامل تانية بتزيد اللي هي البدانة، قلة الحركة، الوراثة، والضغط والتدخين واضطراب الشحوم. هلأ هدول المرضى يلي عندهم مقاومة للإنسولين، يعني مريضة بدينة وعنده شواك أسود وعنده ضغط وبتدخن وأهلها معهم سكر،
هدول لازم قبل ما يجي يقولون انه انا عم فوت على تواليت كتير وعم يشرب مي كتير لازم نحللهم. يعني حتى مثلا نفترض مريضة عمرها 25 سنة وبدينة وعنده شواك اسود والدخن لازم نعمل له سكر بعمر تحليل سكر بعمر 25 سنة. هلأ يتميز السكر النمط أول أنه فترة حضانته قصيرة، يعني ما بيقول بيقوله المريض أنه المريض مثلاً والله قرب من أسبوع أسبوعين ومن بعدها تعب صار ينحف أكله مع الطبيعي. هلأ اليوم جايبت لنا يا بألم بطني، يعني القصة كلها من قبل 3 أسابيع أو أسبوعين ما كان في شيء أبداً أبداً. بإذن هدلول فترة حضانته قصيرة. نص المرضى الأطفال تبع النمط الأول، يعني السكر النمط الأول اللي نكتشفه أكتر شيء عند الأطفال، هو ممكن نشوفه عند الكبار بس أشجع بكثير عند الأطفال. مثل ما قلت لكم المريض تعبان صار له قرب بعدين صار إنه يفوت على التواليت ويشرب مي كتير بيقولوا من الحرارة لأنه ماله كان ما كان أدرى. بعدين بيجينا انه عم يستفرغ ووجع بطن جاي مع الاسعاف، بريحته تنفسه سريع وريحته خلونيه، نعمل له تحاليل روتينيه، نعمل له فحص بول، بنكون خايفين من الانتان البولي واذا بيطلع عنا السكر. بيجي الولد مثل ما قلنا متجفف، عيونه غائره والم بطني اقياء، حتى احيانا بيكون مخبول يعني ما له وعيان، تحكي كلمه بيرجع بينام. هلأ يوجد نوعان من اختلاطات السكري، اختلاطات حد واختلاطات مزمنة. اختلاطات المزمنة المحاضرة القادمة الأسبوع القادم إن شاء الله، بينما الاختلاطات الحادة اللي نخاف منهم عن المريض السكري لأنه هن خطيرين، كل شيء حاد خطير، كل شيء مزمن يعني ممكن مع الزمن تلافي، وأما الحاد بدك تكون بالإسعاف يا بتأنقذ يا بيموت. أهم الاختلاطات نقص السكر الدم الحاد. بيجي المريض جايبينه أهله عن نقالة قطعة خشب، لا من تمه ولا من كمه، مش شو مشكلته والله هو مع السكر، خلاص نقول لهم دغري منحل السكر، نلاقي عنده السكر 12 أو ما بيعطينا رقم لأنه السكر نازل كثير، مباشرة ممكن نعطيه جلوكاجون أو نسرب له سيروم سكري مركز، وإذا بترجع للحياة دقيقة بعد دقيقة. وبيجي لعنا على نقالة نبعته على إجري، هي كتير حلوة وبننبسط فيه. أول ما كنا بالدراسات إنه والله من أحياء نفسه كأنه ما أحياء الناس جميعا. الحماض الخلوني السكري هذا ما هذا بالعناية حصرا هو وسبات مفرط الأزمولية. الحماض الخلوني السكري كمالة محاضرتنا حتكون عن الحماض الخلوني السكري أكثر، وبعدين حنحكي عن متلازمة السكر مفرط الأزمولية. الحماض الخلوني السكري أكثر من بيجينا فيه الأطفال أو السكر، يعني السكري نمط أول، ممكن يجونا الكبار بس بنسبة أقل. مثل ما قلنا 50% قد يكون التظاهرة الأولى للسكري وأخص عند مرضى النمط الأول. ممكن يحدث عند النمط الثاني بحالات مثل الجراحة، مثل الشدة، مثل الحمل، حنحكيهم هلأ. من أخطر الحالات الاستقلابية الإسعافية عند مرضى السكري، خطر جداً، قد يسبب الوفاة بنسبة 5% بس عند الكبار بالعمر المسنين 20%. بيؤدي لنقص الوزن أكثر من 10% خلال أيام بسبب وأخص بسبب نقص الماء بالجسم. ينتج عن العوز الشديد المطلق للإنسولين. مثل ما قلنا هلأ مريض السكري نمط 2 عنده عوز مطلق ولا نسبي؟ عوز نسبي، بس يمكن يوم من الأيام نصل لعوز مطلق بسبب انسمام جلوكوزي، بسبب حالة شدة، إنتان شديد، صيام شديد. تتضمن العوامل المطلقة له الشدة بأنواعها، إنتانات، شدة عاطفية، جراحة، حمل، وأخص إذا مريضة حامل وعم تتوحم إنه إقياء 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 طول الوقت ممكن إنه هالشي يعرضها لحماض خلوني. كتير من المرضى إنه مثلاً إنه المريض مقرب أمه قالت والله ما عم يأكل على السوا، ما عم يأكل مظبوط، أهل حالة تقول ما عم يأكل على السوا، من بتوقف له أمه الإنسولين. وقت بتوقف له الإنسولين هون
كان المريض يعني عنده قريب عادي، عنده انتان خفيف، بيجينا بحمض خلوني يلي ما عاد يمشي حاله بالأنتيبيوتيك العادي، لا بده فوتي على العناية المشددة. أخطاء بالحميات الشديدة، إنه حمية أخطاء الحميات الشديدة، استخدام مضخة الأنسولين. مضخة الأنسولين بالمناسبة أنا ما شفتها موجودة هلأ بدبي، حتى بتركيا مو موجودة. مضخة أنسولين يعني مثل مثلا خزان أنسولين، أحيانا بيكون خالص وهن ما لهم منتبهي له. عدم مراقبة امتلاء خزان المضخة الأنسولين، يعني نفاذ الأنسولين السريع ممكن أنه يأهب لنا لا حماض خلوني، احتشاء العضلة القلبية لأنه حالة شدة، حالة مولدة للشدة، بتزيد من المقاومة للأنسولين وبتنقص من إفرازه. احيانا مثلا الم الانسولين، هذيك المره اما رفيقتي انه والله الالم ماله ظابط شوفي لي، واز انه صار لك كذا يوم ما لم غير راسه وراسه مايل، قال عم تحاول تكبسه ما عم يكبس معها، بس انه امنا راس ابره حطينا واحد جديد، رجعت الامور لطبيعتها. يعني اسباب تقنيه. الفيزيولوجيا المرضيه كتير مهمه بالحماض الخلوني، مشان نعرف كيف شو بدنا يعني تعرفوا الفيزيولوجيا المرضية كتير مهمة لمشان تعرف شو السبب لتعرف تعالج. هلأ هو أهم شيء، أهم سبب هو غياب الإنسولين الكامل، سواء عند المرضى نمط أول شو بصير عندي فرط سكر الدم دائما، حماض خلوني ما بقبل والله مريض سكر سكر، ومثلا إنه هلأ جايين على إسعاف سكر 150 ومخلوين، لا لازم إنه ما له معالج عم بحكي إنه إيه سكره دائما لازم يكون فوق 250، وعنده فرط كيتون بالدم، وعنده حماض استقلابي. فرط سكر الدم، السكر أكثر من 250، الكيتون إيجابي بالدم، الحماض الاستقلابي البي إتش أقل من 7.3، وشفنا مرضى 7.2، شفنا مرضى 7.1، وشفنا مرضى 6.8 و6.9. هدلولي كل ما كان الحماض أعمق كل ما بيكون احتمال الاختلاطات واحتمال الوفيات أكبر. انخفاض الأنسولين، إذن وقت بينخفض الأنسولين شو بيصير؟ بيرتفع سكر الدم وبيزيد انحلال الجسم، مشان بدون يشكلوا طاقة، وبده يصير إنه يفوت تشكيل الطاقة بطرق معاوضة، بتزيد عدد الحموض الدسمة الحرة، وبتزيد عدد الحموض الدسمة الحرة بيزيد تشكيل الكيتونات، بيصير عندي هون الحماض الاستقلابي، لأنه هدول كله الحموض، بيصير حماض استقلابي، فجوة صواعد كبيرة اللي احنا نحكي عنها، البي اتش أقل من 7.30، البيكربونات أقل من 15. ليش البيكربونات أقل من 15؟ مشان إنه هذا لأنه حماض استقلابي مو حماض تنفسي. ارتفاع سكر الدم بيؤدي لبوال سكر المفرط الحلورية، هاي إذا كان عنده شوية مي لسه بجسمه. آخر شيء بيؤدي لجفاف، انخفاض الشوارد، هلأ رح نحكي عنه كتير، وبيسبب الإقياء وتسرع النفس، كله هو بسبب إنه الحموضة البي اتش نزل وآليات المعاوضة. هلأ مثل ما قلنا، عوز الإنسولين المطلق شو بيؤدي؟ لفرط سكر الدم. فرط سكر الدم حيعمل لي بوال غزير مفرط الحلورية، المريض عم يستفرغ، منين بده يجي بقى السوائل؟ شو بيصير مريض؟ بصير عنده جفاف ونسبته عالية. هلأ هاي حكينا، هلأ بنحكي عن كمان إنه عوز الإنسولين بيؤدي لزيادة انحلال الجسم، بشكل الأجسام الخلونية اللي هي عبارة عن حموض، يصير عندي حماض استقلابي مع فجوة صواعد عريضة. كتير مهم، إن شاء الله بتصلوا لعمركم 50 سنة بيسألوكم عن أهم حماض استقلابي، عالي الفجوة أو كبير الفجوة أو عريض الفجوة، من على رأسهم اللي هو الحماض الكيتوني، حماض الكيتوني السكري، الحماض اللبني، القصور الكلوي الحاد والمزمن بيعملونا حماض استقلابي عالي الفجوة، المرضى اللي عندهم كحول، المرضى اللي شاربين كحول كمان بيصير عندهم حماضات عالية الفجوة. هذا السؤال كتير يعني بيجوكم بالأسئلة العالمية. هلأ صحيح أنه الحموضة الأجسام الكيتونية ضعيفة، ولكن تراكمها بكميات كبيرة جداً بتؤدي لتخلون الدم وحدوث حماض الخلوني السكري. ما هي فجوة الصواعد؟ هي
الشوارد غير القابلة للمعايرة وتمثل الفرق بين الشوارد الموجبة والشوارد السالبة تحسب من القانون التالي: صوديوم زائد بوتاسيوم ناقص كلور زائد بيكربونات بتعطينا الفجوة. القيمة الطبيعية بدها تكون أقل من 12، بالمرضى الحماض الخلوني عم تكون فوق 15. هلأ عندي أهم شيء بيجي مريض الحماض الخلوني إنه عنده تشفاف، عنده ضياع سوائل الجسم بشكل كبير بسبب الإقياء، بسبب البوال المفرط الحلولية، بسبب تسرع النفس. مثل ما قلنا المريض بيجي عم يعاود الحموضة بسبب قلق تنفسي، بسبب تسرع، يعني يستسعى الرئة لإحداث قلق تنفسي، عاود الحماض اللي صاير بيصير عندهم تنفس كوف سماول، بيصير عندي نفس سريع وعميق، بيضيع عندي خص المائل داخل الخلايا، داخل وخارج الخلايا، والحيز بين الخلايا كله بينقص سوائله، إلا أنه أكثر شيء بينقص على حساب داخل الخلية. هاي بالمرحلة الأولى. المرحلة الثانية وقت كتير بينقص حجم داخل الأوعية، بتروح كمية السوائل على الكلية كتير قليلة، بيصير عندي قصور كلوي وظيفي، وبيرتفع الألدوستيرون بشكل سانة، وبسبب تفعيل جملة الرينين أنجيوتنسين بتحبس الصوديوم وتطرح البوتاسيوم. يقولي إنه دكتورة الصوديوم صار بجسمه كبير، قلك لا، حنقلكن هلأ ليش. ينقص كل من الصوديوم والبوتاسيوم. ضياع البوتاسيوم، كيف بيضيع البوتاسيوم؟ بيضيع البوتاسيوم بطريقتين، ورغم هيك مثلا إنه المريض عندي البوتاسيوم بالمصل عندي يا 5، بتعرفوا إنه الصوديوم تقريبا 3.5 أو حتى في ناس بيقولوا 3.5 ل 4.8 مثلا، المهم إنه أنا عندي يا 5.2. ها كيف عم تقولي إنه البوتاسيوم نازل؟ البوتاسيوم الكلي نازل لأنه نزح البوتاسيوم، إما فات لقلب الخلايا بسبب تبادله مع شوارد الهيدروجين، أو انطرح عن طريق الإقياء أو عن طريق الكلية. بس البوتاسيوم بالمصل بيكون طبيعي. مجرد أنه أنا بلشت أقول بسم الله وعاود وصلح الحماض، مباشرة بهر يعني بينزل نزول سريع البوتاسيوم. إذن يحدث بطريقتين ضياع البوتاسيوم: آلية معاوضة للحماض حيث يتم دخول شوارد الهيدروجين للخلايا بتتبادل مع البوتاسيوم، البوتاسيوم تفضل يطلع على الدم، الشوارد الهيدروجين تفضل الحماض، تطرح شوارد البوتاسيوم عن طريق البول والإقياء مثل ما قلنا، وأخص أن الأجسام الخلونية بتطرح بشكل أملاح صودية وبوتاسية. بالنهاية بصير عندي نقص كبير ببوتاسيوم الجسم، رغم أنه بوتاسيوم المصل بيكون طبيعي أو مرتفع، لكن البوتاسيوم بقلب الخلايا ناقص كثير، مو هو طلع من الخلية وفوت الهيدروجين بداله. مجرد أنه أنا بلشت بإعطاء الإنسولين بفوت البوتاسيوم لقلب الخلية وبينزل بشكل حاد، مما يستدعي تعويض البوتاسيوم أثناء المعالجة لو كان الرقم طبيعي كما سيأتي لاحقاً. إذن معدل ضياع البوتاسيوم تقريبا ثلث بوتاسيوم الجسم بيضيع عند مرضى الحماض الخلوني السكري. ضياع الصوديوم، ينقص الصوديوم ليش؟ بسبب ضياعه بالبول والإقياء، وكذلك مع الأجسام الخلونية لأنها تنطرح بشكل أملاح صودية. معدل ضياع الصوديوم من الجسم 5.5 الصوديوم الجسم بيضيع بالحماض الخلوني السكري. يوجد أيضا ضياع للبيكربونات وتنخفض مستوياته بشكل كبير، البوتاسيوم بينقص. هلأ قلنا البوتاسيوم والصوديوم نازل، بس وقت بيصير مثل ما قلت لكم تشفاف شديد وبيتحرض إفراز الألدوستيرون بشكل ثانوي لأنه المي إجت قليلة على الكلية، بيتفعل جهاز الرينين أنجيوتنسين، بينفرز الألدوستيرون، أما الألدوستيرون بيقل للصوديوم، والله ما بتروحي مع البول، بيرجع منه شوي، أما بيصير رغم أنه طرحه كتير كبير بس بيحاول أنه يصير يحبسه بالنهاية. يعني مثل ما قلت لكم هو كل حسب مرحلة وحسب وقت المعالجة، يعني نحن عم نحكي كل مرحلة بمرحلتها شو بيصير. الفوسفور كمان بيضيع، يعني تقريبا أغلب الشوارد بتضيع مع الإقياء والبول. المظاهر السريرية، شوفوا هالولد، على فكرة أغلب المرضى السكريين بيجوا لعنا عن جد حلوين، يعني وكأنه السكر هيك حتى بيعطيهم جمال.
بيجي مريض الحماض الخلوني إنه من خلال أيام تعبان صار عنده بوال وسهاف، صار عنده ضعف وتعب، بيجينا بألم بطني منخاف من ألم بطني جراحي. أحيانا إذا ما كنا ما جايتنا للتحاليل ممكن نعمل استشارة جراحية، مجرد إجانا التحليل خلاص بنقول الجراح الله يستلم إيديك خلي مشرتك بجيبتك ونحن الشغل عنا. نقص وزن مع صعدلي يعني آلام عضلية، غثيان وإقياء وتشوش رؤية. هدول الأعراض بتجي الإنبت لنا إنه هيك الولد عم يصير معه. وقت أنا بجي تجي طالب الدراسات أو طالب الطب الشاطر بيجي بيفحصه بيدور على شو بيدور على العلامات اللي هي تسرع التنفس، تنفس كوسماوي اللي هو سريع وعميق، بيشم ريحته وبيلاقيها رائحة خلونية مثل ريحة التفاح المخمر. المريض وهط وعائي يعني نازل ضغطه، ممكن مريض يكون مخبول، تخليط ذهني ممكن يكون غايب عن الوعي إذا كان شديد. بس ما عندي علامات عصبية بؤرية، يعني ما عندي مثلا إنه جايني بخزل شقي، يعني ما في أزياء عصبية موضعة، لا إنه أزياء عصبية معممة. التجفاف بتقول إنه مثلا نسبة تجفاف 5 أو 10% حسب غؤور العينين وكذا علامة. انخفاض حرارة وتسرع القلب. تشخيص المخبري، السكر دم عالي بده يكون أكثر من 300. الأجسام مثل ما قلت لكم ما يقدر مريض ما له معالج إنه إجا لعندي على الإسعاف وما حدا لسه داير إيده عليه، لازم يكون السكر فوق 250 أو 300. الأجسام الخلونية إيجابية بالدم والبول، بي اتش الدم أقل من 7.3، البيكربونات أقل من 15. تدبير، أخي شخصنا الله يعطيكم العافية، شلون بدنا ندبره؟ هلا أهداف المعالجة، التجفاف صار شو بعمل؟ بعطي سوائل، عندي اضطراب شوارد بصحح الشوارد، كارب أو عندي بعالج السبب. إذن أول شيء بضبط السكر، نضبط سكر دم، ما بيصير إنه والله نعالج بسرعة بحيث إنه الخلية الدماغية تعودت على بي إتش 7.7 مثلا 7.001 مثلا 7، وإذا أنا دغري كون شاطرة خلال 6 ساعات ساويت لها 7.45، الخلية الدماغية بطق عقلة فعلا بيصير عندهم مشكلة دماغية. إذن لازم يكون تصحيح حالة الحماض ببطء، الوقاية من نقص السكر كله رح يجي معنا بالتدبير، تجنب نقص البوتاسيوم وعلاج السبب الذي أطلق الحماض. مريض غايب عن الوعي، أول شيء مثل ما بتتذكروا ABCD، أول شيء الـ A اللي هي Airway إنه بدي أعطيه أمن له مجرى هوائي، وقد ركب له المريض قسطرة بولية حتى راقب الصادر والوارد البولي، الصادر يعني صادر من السوائل والوارد الوارد من السوائل الجسم والصادر البولي. بس المريض الكبير بالسن ممكن أحط له ممكن نحط له قسطرة مركزية منشان أعرف قديش بدي أعطي سوائل. يعني مثلا مريض قصور قلب وقلبه ما بيتحمل مي زيادة، رحت أنا والله حطيت له 5 لتورة بخلال ساعة، هذا فعلا بيفجر قلبه وبيموت، بيصير عنده بتصير عنده نزمة رئوية وممكن أنه فعلا أنه يموت. إذا كل شيء بمقدار، إن كل شيء خلقناه بقدر. صعيم الجفس ما مسموع معناه انه بتعطيه مي الى ما لا نهايه، لا كل شيء بدنا نعطيه بقدره. اذا عند المرضى الكبار بالعمر بتحط لهم مقصر مركزي اللي عندهم مشاكل قلبيه، المرضى الصغار بالعمر كل شيء على الكيلو بيتعوض، ابدا مو كيف ما اتفق انه والله رشه مي مع شويه سيروم ملحي وكذا، لا كله محسوب. الإماهة واعاده السوائل، يتم فتح وريد مشان ناخذ تحاليل ومنعطي السوائل، منبلش دائما بالسوائل الملحية الفيزيولوجية العادية، هيك ليصير سكر الدم لينقص من 500 450 300 350 300 250، وقت بصير سكر الدم 250 لازم افتح له وريدين، واحد حاطة فيه السيروم الملحي ومضخة الإنسولين، والتاني دي حط فيه السيروم السكري منشان أنا أكون يعني يلي بيسوق سيارات، أنا ما بعرف سوق بالمناسبة، دائما جرتين، واحدة على البنزين وواحدة على الفرامات، بنزين وفرامات، وهون نفس الشيء أنا عم بعطي إنسولين وعم بعطي سوائل ملحية، وبنفس الوقت بخاف إنه كتير جور عليه
فلذلك لابد من انه احط سيروم سكري مشان ما ينقص سكره. هلا اول شيء عند الكبار بالعمر طبعا الاطفال مختلف بنعطي 6 ل 8 لتر خلال 24 ساعه لانه المريض بيكون ناقصه تقريبا عن 8 لتر. اللتر الاول خلال ساعه سهله، اللتر الاول خلال ساعه، الثاني خلال ساعتين، الثالث خلال 3 ساعات، الرابع خلال 4 ساعات. حلوه مو صعبه. اعطاء الانسولين النظامي السريع حصرا، لا بعطيه لانتوس ولا بعطيه هلا في عندي كثير انواع من الانسولينات راح تمرق معي المره القادمه، لا انا حصرا يعني الانسولين الريجولر انسولين، الانسولين النظامي السريع وليس السريع جدا اللي مثل الاسبارتات، هذا اللي بنعطيه بالوريد حقنا بالوريد، يا بعطيه بالعرق او بعطيه بالعضل، ما بنعطيه تحت الجلد. هلا هي الفكره قلت لكم اياها انه انا ما بيصير انه اطلع المريض من ما بيصير مثلا انه المريض كان سكره 500 بفرد ساعة نزلت له يا 30 والحماض كان 7 ساويت له يا 7.45 من هون لساعتين 3. مثل ما قلت لكم الخلايا الدماغية والخلايا ما بتقدر على على هالشي السريع بصراحة فعلا بتنفجر أو بصير وزمة دماغية وإلى ما هنالك. إذن كل شيء سبحان الله بيتم بحساب وبوقت على مهلنا، إلا مثلا مرضى نقص السكر لا منعطيهم السكر بسرعة. يعني سبحان الله لكل مقال من مقال. إعادة الشوارد كيف بعوض البوتاسيوم والبيكربونات؟ تعويض البيكربونات بتكون تحفظوها إنه مو مصعيد البيكربونات إنه صاير أقل من 15 بس ما بعطيه على الطالع والنازل أبدا، ما بعوض بيكربونات. تعطى فقط إذا كان البي اتش تحت السبعة، يعني تصوروا إنه إذا الإنسان الطبيعي البي اتش عنده 7.35 إذا كان البي اتش تحت السبعة يعني حماض شديد جدا جدا وهي آخر خطوة بالمعالجة، أو إذا كان المريض عنده زلة شديدة أو إنه ناقص ضغطه كتير نازل ضغطه. كتير في خلاف على أعطائها لأنه لقوا أنه المرضى يلي ما عندهم هيك أنه زلة شديدة وهط وعائي وأنه عالجت له كل شيء كل شيء ولسه البي اتش نازل بدي أضطر يعني أنه أعطي المريض بيكربونات. بالحالات العادية ما بعطي، ليش؟ لأنه بيسبب عندي حماض دماغي عجائبي، هلأ رح يمرق معنا بالسلايد اللي بعده. هلأ البوتاسيوم مثل ما قلت لكم، هلأ بوتاسيوم الجسم ككل كالمجمل نازل سواء بالدم قد يكون طبيعي، مجرد أنه أنا بلشت بالعلاج قلت بسم الله أعطيت إنسولين، الإنسولين بفوت السكر على الخلايا وبفوت معه البوتاسيوم، المي مجرد أنه مي ميهته وتحسن شوي الحماض عنده بتفضل شوارد البوتاسيوم تنقلع لبرا، البوتاسيوم تتفضل لجوا وبيصير هون عم نرجع لسواء السبيل، فلذلك البوتاسيوم ببلش مثل ما قلنا بينخفض، فلذلك أنا وعم عالج كل ساعتين بعمل شوارد، وإذا البوتاسيوم بلش ينزل تحت الخمسة مباشرة أنا بعوض البوتاسيوم. من الأسباب اللي بتحرم علينا أعطاء البيكربونات، ليش مو تحريم مثل ما قلت لكم إنه غير محبذ، بس محبذ بحالات الحماض الشديد، الزلة الشديدة، مريض ناقص وزنه كتير. ليش البيكربونات ما بعطيها بشكل روتيني؟ لأنه قد تسبب حماض دماغي تناقضي عجائبي. ليش؟ لأنه ممكن البيكربونات بتفاعله مع شوارد الهيدروجين تعطيني حمض الكربون اللي هو H2CO3 بتتفكك تعطيني CO2. بيكون انتشار CO2 إلى داخل سائل دماغي بشكل أسرع من البيكربونات اللي أنا عطيتها، يعني اللي دغري تشردت قبل ما يفوت البيكربونات ويعوض الحماض الموجود بالسائل الدماغي الشوكي، بالعكس تروح السي او 2 وبتزيد الحماض تبع السائل الدماغي الشوكي وبينخفض البي اتش اكثر وبتسبب حماض دماغي مع والاقلاء استقلابي، لذلك ما بعطي الا بحالات نادره.
البوتاسيوم بينعطى عن طريق التسريب الوريدي. هلا اذا كان البوتاسيوم البلازما بين 3.5 و 6 بنعطي 20 ميلي مكافئ بالساعة، إذا كان أقل من 3.5 بنعطي 40 ميلي مكافئ بالساعة. هلأ إذا كان المريض بوتاسيوم قليل، لنفترض عندي إجا المريض بوتاسيوم 2، ما بعطي شيء للمريض قبل ما أعطي بوتاسيوم، أول شيء بعوض البوتاسيوم، بعدين بعطي الإنسولين وبعطي السوائل. يعطي البوتاسيوم بالتسريب الوريدي، إذا كان 40 بعطي ممكن انه عن طريق وريد محيطي، بس اذا كان اذا بدي اعطي اكثر من 40 بالساعه بحطه بوريد مركزي مشان ما يخرج الاوعيه المحيطيه. نقص البوتاسيوم كتير خطير. شو بيعمل نقص البوتاسيوم؟ المريض بينشل يعني، وبصير عنده التنفس سيء، رغم انه التنفس عندي يا جزء من معوضه الحموضه. مين يلي بنقص البوتاسيوم خلال المعالجة؟ مثل ما قلنا وقت بنعطي الإنسولين بتتفعل مضخة الصوديوم بوتاسيوم، إعطاء السوائل، إعطاء البيكربونات بيتحسن الحماض، بتفوت البوتاسيوم لداخل الخلية، بتطلع شوية الهيدروجين لبرا، والإدرار البولي الجيد تعرفوا مع المي مع البول بينطرح البوتاسيوم. هلأ المعالجة النوعية والعامة، معالجة السبب المطلق للحمض كإعطاء الصادات مثلاً بحالة إنتان بولي. وكيف منراقب؟ منراقب المريض، أول شيء منراقب علامات الحيوية، نبضه، سرعة قلبه، تنفسه، ضغطه، حرارته، مراقبة السكر كل ساعة، مراقبة الصبيب البولي والحرارة، عيار شوارز الدم كل ساعتين أو ثلاثة أو حسب ما منشوف، تعداد وصيغة، بنعمل تعداد وصيغة منشان نشوف إنه في صيغة إنتانية. طبعاً العديلات تحت تأثير أي شدة بترتفع، حتى لو ما في إنتان بترتفع، بأي حالة شدة بترتفع العديلات، بحالة نزف، بحالة حماض ترتفع. بولة والكرياتينين إذا صار عندي المريض قصير كلوي. ملاحظات مخبرية يجب معرفتها عند الحماض الخلوني، ارتفاع الكريات البيض مثل ما قلت بسبب حالة الشدة. بحالة الشدة بتسبب انفكاك الكريات البيض الموجودة على جدران الأوعية، بتبعد عن الأوعية وبتخليها تصير بقلب الدم، فلذلك بنحللها ملاقية عالية. قد نلاقي بوتاسيوم مصل طبيعي رغم أنه بالمجمل ناقص، قد يكون نقص الصوديوم كاذب، نقص الصوديوم تمددي، عدم وجود أجسام خلونية في فحص البول لا ينفي الحماض، مثل ما قلنا بالمراحل الأولى بيكون عندي حمض الزبدة ما بيطلع بالبول رغم أنه المريض مبلش بالحماض، عدم وجود ترفع حروري لا ينفي الإنتان، التجفاف لحاله بيخلي المريض يبرد وما ترتفع حرارته. أحياناً أنه تتداخل الأجسام الخلونية بالمعايرة مع الكرياتينين بيطلع الكرياتين عالي رغم أنه ما في قصور كلوي. اختلاطات الحماض الخلوني السكري، شو ممكن المريض يصير عنده وزمة دماغية وبتحدث عند الأطفال بنسبة 1%، يعني كل 100 حماض ممكن أنه واحد من بيناتهم يصير عنده وزمة دماغية، وهون الوفيات بتصير تقريبا بربع الحالات أعراضها، يعني بربع حالات الوزمة الدماغية بصير الوفاة. أعراضها صداع، المريض بيرجع كان ارتاح استفراغاته رجع يستفرغ، بطء قلب وتغير الحالة العصبية، بدل ما يتحسن المريض ويرجع لوعيه، وإذا بترجع تدهور الحالة العصبية. المؤهبات، حماض شديد الـ pH اللي تحت 7. أنا بتذكر مرة مشفى المواسة إجا لعنا مريض سعودي عنده سكري نمط أول، وما بعرف إنه صار عنده إنتان أو صار عنده نسي ياخذ الإنسولين، المهم مرض المهم إجا لعنا على المواسة بخضاب بـ pH 6.9، كان متغيم وعيه وكان ما عم يقدر ياخذ نفس، حتى اضطرينا نحطه على المنفس لان احنا نساعده يعني بالمعاوضه التنفسيه للحماض. ايه وهذا توفى الله يرحمه. المؤهبات اذا الحماض الشديد، العمر دون 5 سنوات، الاصلاح السريع للحماض مثل ما قلت لكم ما بصير الاصلاح السريع للحماض، تصحيح السريع لسكر الدم قبل الإماهة، اعطاء الانسولين قبل السوائل، ممكن انه يصير عندي شو انه وزمه دماغيه.
انه يفوت السكر للدم ويفوت معه سوائل من سائل الدماغ الشوكي، وبتصير الخليه الدماغيه منتبجه بالدم بسبب سوء تقييم سوء معالجه الحاله. نخل الحليمات الكلويه بسبب التجفف الشديد. ممكن يصير عندنا داء الفطور المخاطيه الوجه العصبي، هذا نادر. الاختلاطات الاخرى الاردز هي اكيد اكيوت، بولموناري ستريس سيندروم، الخسارات بسبب التجفاف، قصور الدوران الحاد يعني هبوط يعني صدمة، السبات مفرط الحلولية. المريض هدلولي غالبا بيجوا كبار بالعمر، محطوطين بمكان بعيد لحالهم، صار له 3-4 أيام معه السكر وعم يروح ويجي على التواليت، وما عم ينسى يشرب بسبب سوء الخلايا المهادية الدماغية المسؤولة عن العطش، ما عم يعطش. بيجي المريض سكره 800 أو 1500 والخلون يا دوب إيجابي واحد. سبات السكر المفرط الحلولية اللاكيتوني هي حالة فرط الحلولية بسبب فرط السكر الدم الشديد. إذا السكر ديش بيكون 800 1200، يصيب مرضى نمط النمط الثاني. مثلا مريضه عنده سكر، والله ما بفطر برمضان، رمضان شوب كتير، صار الساعه 8 الا ربع بالصيف وفطري، والله ما بقابل ربي، لو بدي موت ما بقابل ربي الا انا وصايمه. واذا شوي ورا شوي بيتغير وعي طبعا انه صار يعني كذا يوم انه عم بتصوم، وبلشت المريضة تتعب وما بترضى تأكل، لو وعي شوي ما بترضى تفطر. وقت بيصير وقت الإفطار بيجي على راسها وبتستفرغ ولا بتقدر ما بتقدر تفطر تأكل مضبوط، بتضل صايمة. هدول ممكن يجونا بنهاية رمضان عندهم بسم الله شو صار بيصير عندهم سبات فرط التناضح. يعني لا بالبول ولا بالدم، قد يكون إيجابي وقد يكون لا إيجابي، ما هو المهم. قد يكون هو العرض الكاشف السكري بثلث الحالات، وأخص عند المسلمين سواء كان عندهم إسهال أو إقياء أو صيام شديد. نسبة الوفيات فيه عالية لأنه المريض بيكون هو من أساس سكري سيء، أو أنه عنده جلطة من قبل، أو عنده خرف أو كذا. العوامل المؤهبة: التقدم بالسن، حوادث وعائية دماغية، إحشاء عضلة قلبية، حروق، جراحة، عم يأخذ المريض مدرات وما عم يشرب مي مزبوط، التهابات رئوية، أخذ كميات كبيرة من الكورتيزون، وكل الحالات اللي بتترافق بضياع سوائل البدن أو عدم تناول ماء. وأنا أعطيتكم مثالين حلوين عن هالقصة. الآلية الإمراضية: نقص الإنسولين بيؤدي للتجفاف بنفس آلية الحماض الكيتوني، بس لكن هون انعوز الإنسولين ليس مطلقا بل نسبيا، فلذلك ما بيتشكل عندي الكيتونات. هو مو حماض خلوني، هو سبات فرط التناضح. يعني ما عندي أنا حماض بقدر ما عندي إنه سكر عالي كتير ومي ما في عندي أبدا، يعني مثل الدم اللي عم يجري بقلب هالعروق بقلب الأوعية الدموية، هو عبارة عن كتلة قطر وماشي الخلايا الدماغية بصير سبات. العامل الأهم في تطور هذا الاختلاط هو عدم التوازن بين إنتاج السكر من جهة وأطراحه الكلوي من جهة تانية. فرط سكر الدم بيعمل لي تجفاف، بيعمل شحبول، ما عم يشرب مي، بيزيد تركيز السكر بالدم، بتزيد إفراز هرمونات الشدة والجلوكاغون، بيؤدي لفرط سكر عالي جدا مع تجفاف. الأعراض: فرط سكر دم شديد بين 500 و2400، إزمولية المصل هي بحدود 290 عند هذا المريض 450، غياب الكيتون بالدم والبول، جفاف شديد داخل وخارج الخلايا، الصوديوم قد يكون منخفض أو طبيعي أو مرتفع. هذا بدنا نجيب لكم يا سؤال، لأنه مو شرط أنه يكون مرتفع، هو غالبا مرتفع بس مو شرط. يعني الصوديوم منخفض لا ينفي هذا المرض. البي اتش بيكون ما يعني إذا حطيت لكم بي اتش 7
لا هو غالبا بيكون 7.25 في 7.30 والبيكربونات ما بتكون ناقصة. هي لتفريقه عن الحماض. خلوني العلامات السريرية. المريض غالبا بيكون مثل ما قلت لكم بيجيني بنهاية رمضان انه اللي هي عند سكيل عم تصوم تصوم واسن على نومه المريض ما تخلوني. الاعراض العلامات الاعراض العلامات السريريه او انه المريضه أو مريض بيعرف معه السكر بس تعرفوا هدول بيكونوا خرفانين بيروح بيشرب مثلا شراب بردقان وبيحطوا له سكر كتير أو بياكل مثلا. أنا بتذكر رفيقتها لتيتي فاتت بسبات فرط التناضح بسبب أنه أكلت مشمش كتير حلو. الله يرحم ستي ورفيقتها. التدبير إصلاح اضطراب الشوارد والسوائل، محلول ملحي أول شيء معادل التوتر منشان لإصلاح نقص الحجم ولإنقاص الصوديوم، لأنه بالصوديوم بيكون عندهم غالبا بيكون عندهم عالي. بس المرضى المرضى يلي عندهم نقص حجم والصوديوم عندهم نازل هدول بعطيهم سيروم ملحي فيزيولوجي عادي. بس المرضى اللي عندهم فرط صوديوم ممكن إنه بلش العلاج ب بمحاليل ناقصة الصوديوم يعني نصف نظامي أو ناقصة التوتر بنسميها. بدلون نعطيهم لمرضى قصور القلب لمرضى اللي عندهم فرط الصوديوم. كمية السوائل لازم نعطيهم خلال 10 ساعات الأولى 4 لـ 6 لتر، ويفضل القياس عبر السي في بي اللي هو الضغط الوريدي المركزي. هلأ بنعطيهم نخفض لهم سكر الدم عن طريق الأنسولين إما تسريب أو بالعضل. بالحالات الحماض أو حتى فرط التناضح ما بنعطي الإنسولين تحت الجلد. ليش؟ لوجود الواط الدوراني حيث يتراكم الإنسولين تحت الجلد. وقت بيتحسن الدوران بيندفق الإنسولين فور الدفقة بسبب لنا نقص سكر حاد. وأنا ما بدي مريض سكر وكان عالي عالي وأزي انقفض يصير نقص سكر حاد. يعني ما بيصير إنه مريض كان سكر 500 نزله يا للعشرين، وما بيصير مريض سكر 20 كان أرفع له يا للخمسمية. بس الأخطر إنه تكون عالي نزله. التصحيح لازم مثل ما قلنا يكون ببطء للسبات فرط التناضح. ليش؟ منشان نتجنب الوزمة الدماغية، لأنه مثل ما قلنا الخلية الدماغية مثلاً تعودت على سكر عالي ما دغري تتأقلم مع سكر واطي، بتفوت دغري السكر وبتفوت البوتاسيوم وبتفوت المي لجواتها بشكل مجنون وبتنتبج بتنتبج وتصير عندي الوزمة الدماغية. هلا نصف عمر الانسولين 20 لـ 30 دقيقة. تأثيره تحت الجلد بده 3 ساعات ليبلش، ومنراقب السكر بعد 6 ساعات. هدول المرضى اللي بنعطيهم تحت الجلد. بس المريض اللي عم بعطيه انسولين عضلي هذا بدي راقب للسكر كل 3 ساعات لأنه بده ساعة ليبلش تأثيره. بس الإنسولين الوريدي النظامي اللي أنا عم بعطيه لمريض الحماض الخلوني أو لمريض سوات فرط التناضح بيبدأ تأثيره خلال 5 دقائق، ولازم سكر الدم براقب له سكر الدم على الساعة. أنتوا إذا بتشوفوا شي يوم من الأيام إنه ورقة متابعة مريض الحماض الخلوني بيكتبوا لهم السكر، العلامات الحيوية على الساعة، السكر على الساعة، الشوارد كل ساعتين، البي إتش كل 6 ساعات. لازم نعوض له الشوارد وأخص شاردة البوتاسيوم. هلا لا الحماض اللبني، الحماض اللبني أكثر شيء بيصير عند مرضى الصدمة أو عند المرضى اللي الوهط الوعائي وما عم يأكلوا أبدا. هو يعني غالبا المريض بيصير عنده حماض لبني بيكون منتهي تقريبا، يعني أغلب المرضى وقتهم بيموتوا بيكون عندهم حماض لبني. هو حماض استقلابي ناتج عن تراكم اللاكتات في الدم. نسبة الوفيات 3/4 الحالات بتموت،
يمكن أن تختلط مع الحماض الخلوني بنسبة 10%، يعني أنه المريض يكون عنده حماض خلوني ويتحول لحماض لبن. حمض اللبن هو المنتج النهائي لاستقلاب الجلوكوز بالطريق الخطأ اللي هو الطريق الهوائي. جلوكوز بيعطيني بيروفات، بيعطيني لاكتات، تتأكسد اللاكتات إلى بيروفات وبيتم استحداث السكر. هلأ هون المرضى أنه هون عند اللاكتات ما بتتأكسد لبيروفات، بيصير عندي فرط لاكتات بالدم. ليش؟ لأنه عم تشتغل، عم يصير استقلاب للسكر بالطريق اللاهوائي. تنجم فرط اللاكتات بالدم عن زيادة إنتاج اللاكتات بسبب نقص أكسجين النسوج، مثل مريض صدمة قلبية أو صدمة نقص حجم اللي هو نقص إزالته من الكبد، مثل مرضى يلي عندهم مثلا قصور كبد حاد. بيعجز الكبد من تحويل اللاكتات إلى بيروفات لاستحداث السكر، بيسبب لحدوث حماض لبني. وقد تشترك الآليتين معا، إنه اللاكتات عم يزيد إنتاجه بالخلايا وبالنسج وما عم وعم يروح اللاكتات للدم، أو إنه والكبد ما عم يقدر يحولهم لبيروفات ويستحدث السكر منهم. تراكز الطبيعي للاكتات هي بين نص لـ2 ميلي مول. إذا زاد تركيزه عن 5 يصير عندي حماض لبني. الداء السكري، هلأ منشاهد الحماض اللبني عند مرضى داء السكري إذا صار عندهم قصور قلب أو كورونا قصور تنفس أو صدمة دورانية، إنه هبوط ضغط بسبب مثلا إسهال شديد لنفترض، داء سكري مع مشكلة كبدية أو كلوية، داء سكري مع تموت أطراف، المريض مثلا بدني سكري تعبان وجاييني بإنتان قدم وبدنا وواصل للعظم، يعني في عندي غانغرين كمان، هذا قد يصير عنده حماض لبني. والمرضى كمان يلي عندهم داء سكري وعم نعالجهم بالميتفورمين، بس الميتفورمين هو مضاد استطباب عند المرضى اللي عندهم قصور قلب أو قصور كبدي أو قصور كلوي. رغم أنه المريض عنده قصور كلوي وعنده تشمع كبد وعنده قصور قلب، عطوه ميتفورمين، أما بصير تحولات بالخلايا وبتنتج اللاكتات وبتعطيني حماض لبني. أعراضه أنه المريض بصير عنده ألم بطني، إقياء، فرط تهوية، اضطراب وعي وتجفاف وشحبول. المشاهدات المخبرية، سكر الدم عم يكون عالي أكثر من 250، فجوة الصواعد عالية، مثل ما قلنا من بين الأشياء اللي عالية فجوة الصواعد فيها الحماض الخلوني، قصور الكلوي الحاد، القصور الكلوي المزمن، الحماض اللبني. البيكربونات أقل من 10، البي اتش أقل من 7.1، إلا أن الأجسام الخلونية عادة سلبية في المصل. هي إذا اختلطت، يعني مثلا مريض حماض خلوني صار عنده واحد وعاء وصار عنده صدمه، هذا مش ممكن، ممكن انه يصير عندي نقص اكسجين الجسم النسوج، ممكن تعطيني لاكتات ويختلط بحماض لاكتومي، حماض لبني، بيصير عنده هذا رغم انه حماض لبني عنده الخلون ايجابي. هلا حكينا عن الاختلاطات الحاده اللي هي الحماض الخلوني اللي بيصير عند الاطفال اكثر، الفسوبات فرط التناضح اللي بصير عند المسنين اللي عندهم سكر وما عم يشربوا مي، عندي الحماض اللبني اللي بيصيب عند مرضى الصدمة سواء القلبية بعد احتشاء أو أي سبب، مريض سكري عنده غانغرين بإجره ومريض يعني فايت بالحيط ومستحاسة، هذا ممكن يصير عنده حماض لبني. وبصراحة بتكون هي مقدمة يعني السكرات الموت وإلى رحمته تعالى. آخر اختلاط ما نحكي عليه هو نقص سكر الدم، شائع كتير وبنفس الوقت هو خطر. هو أشيع سبب له هو أنه المريض آخذ دواء وما له آكل، أو آكل وآخذ دواء ولعب رياضة كتير حرق السكر نزل سكره. هلأ نوع نقص السكر قد تكون خطيرة مميتة عند الأطفال والمسنين اللي هنين يعني عن عوامل الخطورة أو ناس ضعفاء، يعني الشدة شد نوبة نقص السكر تعمل شدة بالجسم وكأنه المريض صاير معه احتشاء عضلي قلبي، حتى كمية الأدرينالين المطلقة نفسها. ثلاثي ويب بيل لتعريف نقص سكر الدم، إنه يكون سكر الدم ناقص تحت 50، في عندي أعراض، مجرد عوضت له السكر راحت الأعراض. هذا هو الثلاثي. الأعراض، في عندي أعراض
نقص السكر أعراض ودية وأعراض نظيرة ودية، هدول تابعين للجهاز العصبي الإنباتي أو الذاتي. وفي عندي أعراض ناتجة عن نقص السكر بالجهاز العصبي المركزي. الأعراض الإنباتية الودية بتعمل خفقان وقلق، والمريض بيصير هيك معصب. نظير ودي بيعرق وبيجوع وبيصير عنده مزل، يعني ما عاد بحس بجسمه مزبوط. الأعراض الناتجة عن نضوب الجلوكوز بالجهاز العصبي المركزي، المريض ما عاد بيركز، بيصير عنده تخليط ونعاس وصداع، وقد تصل لمرحلة الاختلاجات وقد السبات أو الموت. تصنيف شدة نقص السكر الدم خفيفة إذا كانت إنه بس عندي فقط أعراض الجهاز العصبي الإنباتي، والمريض حس بحاله إنه والله نقص سكر، مباشرة بيحلل بيلاقي سكره 45، بيقوم بيجيب تفاحة بيجيب أكل بيأكل، صلى الله بارك. المتوسطة إنه في عندي أعراض إنباتية وأعراض عصبية، بس المريض لساته واعي وعرف إنه عنده نوبة نقص سكر وقام عالج حاله بحاله. الشديدة المريض معته بالوعي نهائيا، يعني صار ما في عنده وعي. نوبة نقص السكر مثل ما إنه هي خطيرة. ليش؟ أحيانا بتصيبه مثلا هو وعم يشتغل على آلة منشار أو إنه سيارة، ممكن تعمل لنا مشكلة. أسباب نقص السكر الدم عند مريض السكري: أخذ جرعة إنسولين، نسي بعد منها يأكل، عمل رياضة زيادة، عم يتسمم كحول سميري قلب الكافرين، مريض قصور كلوي، ضل الإنسولين لفترة يعني ما انطرح مع الكلية، ضل عم يشتغل فترة أطول. أحياناً عند مرضى اللي عندهم مشاكل بالمعدة، خزل وتأخر وصول الطعام للأمعاء، إنه المريض أنا قلت له خد إنسولين وكل، بس كانت عنده مشكلة بالأمعاء ما امتص السكر بسرعة والإنسولين بلش يشتغل. علاج نقص سكر الدم: ممكن إنه نعطي 15 جرام جلوكوز فموي، أو منحقن الجلوكاجون عضلية بجرعة 1 ميلي جرام مشان نرفع سكر الدم. هلا بالحالات الشديدة بنعطي سيروم سكري مركز ديكستروز 30%، بنعطي منه 20 لـ50 ملل. قلنا ممكن نعطي 3 معالق سكر محلولة بالماء، أو ممكن إنه نعطي عصير فواكه، أو نعطي 3 ملعقة طعام من العسل. هلأ دائما المريض اللي عنده نوبة نقص سكر دم لازم إنه يتراقب بالمشفى لمدة 24-48 ساعة. هلأ المريض اللي بياخد إنسولين بالعادة بصراحة، وإنه منعرف شو السبب، إنه ما منقبله بالمشفى، بس أكثر شيء إنه المريض يلي ما له ما متعرض من قبل لنوبة نقص سكر، وإنه هلأ بلش يتعرض لنوبة نقص سكر، وأخص إنه المريض اللي بياخد المعالجات الدموية لازم نعرف شو السبب. بس هلأ هون بناء على هذا السلايد قايلين إنه حتى المريض اللي عم ياخد إنسولين لازم نقبله بالمشفى ونعرف شو السبب. وغالباً السبب هو إما قصور كلوي، صار السكر يشتغل الإنسولين يشتغل فترة أطول لأنه ما عم يتصفى بالكلية، أو بسبب الآليات الهرمونية الرافعة لسكر الدم انصابت بعطب بعد فترة من نوب نقص السكر الدم الشديدة، فلذلك المريض لازم إنه نراقبه. التشخيص التفريقي لمريض سبات عند مريض السكر: مريض عنده سبات إما سببه حمض خلوني شديد، أو سببه عندك أكثر شيء عند الأطفال فرط الحلولية عند الكبير اللي صايم من أول رمضان وبآخر رمضان إجا لعنا فرط الحلولية، أو مريض إنه أخذ إنسولينه وما أكل بيجيني بمسبوت نقص السكر، أو بسبب الحمض اللبني. حاطت لكم تشخيص تفريقي بعد إدمال صعبة، وانتهت بعون الله. الله يعطيكم العافية، ويلي عنده سؤال يبعث لي. الله يجزيك الخير دكتور أسماء. إيه والله الله يجزيني الخير، والله لتعا قلبي، ومن دون لاهيك حتى ما عم شوف حدا عم يتداوى، ما عم شوف حدا عم يشجعني، يعني والله مشكلة مشكلة. ايه تفضل.
يلا المحاضرة الجاية دكتورة بتشرحي لنا شلون نحسب جرعة الأنسولين لمريض سكري نمط أول، يعني بس نكتشفه أول مرة، يعني قديش نعطيه مثلا. أي تمام. هلا المرة الماضية قلنا تقريبا بين النص، دائما نبلش بالجرعة الدنيا ومن وحسب المراقبات بنرفعها. المرة الجاية طبعا حنحكي القصور الكلوي المزمن بيعمل حماض استقلابي عالي الفجوة. نعم لا بالحاد والمزمن. هلا شوف العسل بيرفع السكر، وهذا اكبر دليل انه قلت لكم ميزه ناقص السكر بعطي عسل. انواع من العسل والله حسب انه الواحد عم يعمل دعايه ولا لا. والله يعني انا بعرف انه العسل بيزيد السكر بالجسم. انتهت المحاضره، وعلى الشات ما بعتي لي الحمد لله اسئله كتير، الله يعطيكم العافيه وسامحونا على صوتنا المزعج على آذانكم، ودمتم بخير وتصبحون على خير إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.